الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. موضوع ابن بلابة إنه وعقيد والدورة دي مركة وقت يدو كوبنا مركة كتابك اللي إلى ذو عقيدة الواسطية بين إن شاء الله تعالى إن لقبين دون وقت يدو كوبين يهي كتابك لا موضوع يدو كور رمي وموضوع يدو أوين وآدي آد مهم أوه ونبهنا وقت انتهى كبضن سي مسائش صفي عن لوغو شرحه هيا شيء ما لا يدرك جله لا يترك كله وحل إذا ضوحا من بدن كودا لهليلين ولقارين انتي سير لقمتك وحين كل سنتها هاي سيدا كل باللوردقا ايو مقام مختصر وكوبان باللوردقا ايا مقام فهفاسن باللوردقا ايا أشياء ذا سيكو حرنت مركا إن شاء الله تعالى وحين كد ذالي دوننا اللهنا أين كبر إن إنو نوفض يديو مددا إن إنو كرم إنو كتاب كان عقيدة الواسطية وكتاب آذ مهمة اعتقاد أهل السنة والجماعة نكور رميو وأنا شامل أبوابت عقيدة بذن كودي وقري إما إجمالا وإما تفسيرا بابك صفاتك وصفته لكن أبوابتك لنا وكاه الله وشيغي وحبضا وكمدا عقيدة وحا قري عقيدة الواسطية اللي إلاده شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الشيخ معروفة مصنفات يكتب بضن له أهل العلم غاركودنا أي الهدان ومجدد المئة السابعة قرن تضباد أما بقولك تضباد ومجدد كذب إلى هذان علماء وعلى إله واحد تجديد لإله أشره إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مئة سنة من يجدد لها دينها حديث باكو ساروري أهل العلم يقال كذا يقويين والشيء إن النبي عليه الصلاة والسلام إلى هيوحو صادريا ومضا بغل سنة مركز سيب وحسمان با بغل كمدى حودة بمعنى مركز لما يسترمان بغل كالسنة با عيد مركز الدين توعصبون يسيسة وجديد من يجدد لها دينه لو ماتش هذا الدين عصب يكينا يانا وحلقات الماما يا دينك النبي محمد الليم عليه الصلاة والسلام أيو وحيالها لغو لري أما الذي قليان كم إذا هين أي كهفيا يعني عدة سي كهفيساء أضيت هاي وحمر كالله قرد ماي الدين كم إذا ها يهضيت هاي وحل قدري وأن دين كم إذا هين والله قصار أيه يهضيت هاي وح كم إذا هاي وحوجا إن دراسي أما ضد كقار كقر سومي أو وحوي الله عصبون يسين أيه عضينت الله عضين أيه إنه الدين ككمدي هاي ودين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكترسين ما كان مجددين بدن بصوب حي شيخه وحلو تريا مجدد المئة السابعة إنه ياي تجديد كمرك للشيخ عينا وحتى تجديد كحرين يا هاي رأس المئة يعني بقول كمرك بحسن كيس ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام على رأس كل مئة سنة بقول السنة كستا يعني لمات كذا أما مدح كذا أي أصوات دريا من الدين كو عصبان السيا وكلو ما تشيدو خلال أمرك وحواني قرنقا أما برتن كيسا أما أول كيسا أما يعني وحواني ميلها لغت المايما وأمرك يبو حسنتان لو قتشي تجديد كالدين كالتشديدين أيو العصبان السيا أنا وحوقه الرأي اعتقاد كالل عصبان السيا وعقيدة الصحة اللبيامية واعتقاد كفاسد كا فاسدني مدي صلى عديه يبطلان كيس شيخ وظهر ريا وكاسوي مركا شيخنا بابك اعتقادك آدي آد أي وحق قري كتب ذنب كألفي قاروا وين يقار يريار نوع والبا كتبه السنة ولا قف أيدي استيادنا واللغة دوادعي أدبا لغة انتفاعي ولما بعد مماتي أي كتبتي سآدي آد أفافتي يظل لدك علمي يضو مركا كتبه إسا لدونا إلا قبوه ودادك قاركود أي علاديين ودباتيين وكتبه إسا مركا وحوي آدي آد وحناقي تشرين
أي هدنا إلهي باقي علي إلى وحوي يعني كتبي ساد يا أذ أفافين أوح قريبة إلهي أسيي قبول أسيي خلق فرب ذلك فائدي سنية قبول بالسيي مركل لوتشي دول لقمت الماما أيوه دوت كورنا مين وذا أقبل يعني شخصي وكل عدي دني وشريسة لكن وحلقت الماما يا خلق بدنين يكون انتفاعين أي مركا لقت الماما يا يسمون أساسها أسرع علمي أنا وكذا شيء علمي أنا والله قري المخالف والموافق عدة وافق سن يعد خلاف سن بعلمي ويقرين يعني سود مركا علمي وقبع ديرا أقول وقولها فنون تكالدون ويقاني يعني آدي آد أي مركا وقبع ديرا عقيدة وحوصابها نشيخة وقاضي واسطها يعني مقالة واسطة اللي إلى ذي عراق خطر سنين أي قاضي كأهان شري شيخة ساويمي قاضي واسط باويمي وحلو حندون يا كتاب عقيدة إنا نغرته مركزي عقيدة وحبا ضنبالك قري مركزي ماي وحندون يا عقيدة أذوب أذقرتان ربا مركزي شيخ قليك قاطر وقت بدن تأليفكما قاضا وحوها سريع الكتابة قرال كيس ميدو دقدق بدين وعلى إلى هذا وعكو ألفي لبا كتاب ومن التدمرية ذا يهي مدنا وحوي واصدية ذا يهي مدنا بين الظهر والعصر مدنا بين العصر والمغرب عصر إيا المغرب انت ودحيسي أيكو قرال وحوها قرال كيس ميدو دقدق بدين يهي بها كتاب دمو كألف إياه أما بين الظهر والعصر عصر يا ظهر أنت ولا حيسا أما عصر يا مغرب أنت ولا حيسا يا كتاب دمك قرية يا مركزا وحوي والنقل يا ولي بكتاب يعني وحوي أدي أد مفيد أه وأد النفع بضم التدمرية وحلا إلى وحكوا لفي بين الظهر والعصر الواسطية وحكوا لفي بين العصر والمغرب كتاب كان مركزا بقاربة اعتراضي أو ذا ذي أشاعر ذا قاركود وحي الدونين إن يميرك من النقديان شيخي مسائل كو قبصدين عقيدة مركي مسائل شقاركود كو قبصدين وإلى هذين وحوي اعتقادك أي دونين وحكا الشيخان عقيدة ديسا يا وحو إلى هذان ما أنت عقيدة ديسا شيخو وحلقا يا باينا ترى هذان وحبوك بدبدلي أما وحبو قريي أما وحلم إذا كتابا هروي ألفي وعقيدة ديكو قرنتها بان ينصو برنقيا بل وحكا قبصدها عقيدة الواسطية وبلغة ومشايخ متعددة أبدا هذا مرتها مركز إيقان وبارين بارين مسائل بحقا يرى اعتراضين مسائل شبقة شوابين يعني وحوية مناظرة كدعضي وحكوية الولي ومركز دم مهل السيئي مركز مسائل شبقة شوابين أي حجوائين أي حكوية وحان يسينا يا صدح سنة يسينا يا صدح سنة صوبارة وحق خلاف صنع عقيدة دي السرف كهذا كهشان لكن نغني بل صدح سنكو كان كتابك وصيدة كورنا يواكن مناظراتنا كالعضي مسايشي أي اعتراضينا وكتشوابي يعني واحد يكون نقضيانا أيوائين مناظرات اللفتي دي من نصها نقرن هذا ينوص رقش إن شاء الله تعالى مجلس قراءة سريعة وحقا يرى تعليق لقصة مينا أيوه بين الدب إن شاء الله تعالى كسمين دونا تاس مناظرة كسابسا وصديق وايه عقيدة وحيلة الشروح فربضان وعصري كان أدبى الله شرحي قبل هذا العصري عصري كان كهور قرن يافرية تمناد وحي كهور ريي عذ الشرح ذي لم أبقى لكن علماء ذي قرن يافرية تمناد يقرن يشان يتبن أدبى الله شرحي شروح فربضان بكرا قاركوت صوتي أيهايين مركي دنب الله بدلي قرال قارنا مركا هرب قرال آيه هايين وقرال هان يعني مركا لقو شرحي زيد فياض شرح أو كشرحي كاسي كل شرح يقوه الرئي اللي قرمنا ها لكن وأول شرح يطبع قيد كاسا لسوضا وشرح يقوه الرئي اللي طابعي واحد شريم الشيخ ذا قاركود وإساقه هرتي شرحي لكن شرحه ذو أنه مطبوع هاين أما ألا كاتب انت لقو قرال سلاسة لقو خلقات قاطئي وحلم ذا لكن أنا لطابعين لكن شرح لقره أنت اللي أكسوي هاي اللي بشرح وأقوله الرئيي وتعليقات وأن شرحي وأوين هاي مذ وحوي والتنبيهات
الواسطية أو ليه عبد الرحمن بن ناصر السعدي أم السعدي كلباد وحوية وتعليقات السنية أو ليه فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك والله إله ذو التعليقات السنية على العقيدة الواسطية بس كنت سنضبع إلا بضى الشيخ الانتين وكنت صدح بقول يلحية الضباطن كما إلا بضى الانتين وحان الله في رياه شيخ فيصل ابن عبد العزيز لا إله ذا لبية الضباطن كي كن يصدح بقول يا لبية الضباطن كي أما كوية الضباطن كي إنه شرح قري مركا محققة كتاب كيس حقيقي وحابوا لي سجه الرئي وحكرني جيا إنه وحوي عبد الرحمن بن ناصر تنبيهات كيس إنه قرأ التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية كن صدح بقلبية الضباطن كي إنه قرأ مركا وحه الرئي ورنا يا فيصل ابن عبد العزيز تعليقات كيس الرئي وحنو لو حلقة قاضنا يا ورقد وصو دري عبد الرحمن بن ناصر وصو دري فيصل ابن عبد العزيز على كل حال لكن سدا نسخة مطبوعة ينقطها الله التنبيهات اللطيفة إن كنت صدح بقول سقالي اللحذن كي وقري أي قطها الله مركا هدي وحوي تاسي أي نقطة من الشيخ حقي سكاء هاتي ويسقو قري ويسقنتي على كل حال وقت قائنو قري وحين قنا يسا أول تعليق الله قصة ما يعني مركا واسطية إنه أها كاسعدي أما السعدي الله هذا مدول بوايد ذلك هيا شاد بيكو كوبنتهي تعليقاتك فيصل ابن عبد العزيز باكوا صحصن نقولات بضلنا له أدنى مفيدوه يعني كفى إذا بضل لا بدو مفيد لكن شروح فرب بضن بعلى شرحي علماء بضن بعلى شرح ذي شروح راسنا وحيوقع في السماء شرحية مختصرة كوبن يشرح يبل بلارن يعني مركا مطول نوع البولين وح شرحي يعني زيد ابن الفياض أيا شرحي وح شرحي ابن عثيمين با شرحي محمد خليل هالراس با كمدة وشرح مختصر لكن وشرح فائدة بضن يعني مركا مختصر وكوبيه لكن هو مفيد جدا أدو فائدة بضن كواشف الكرية كمدة شروح ذا الوشرحي وح كمدة شروح ذا الوشرحي التنبيهات السنية كمدة تعليقاتك كمدة ابن جبرين ليه وعكمد ألا آلبا كمد صالح على الشيخ ليه يعني مركا شروح فربضاً أي الوشر حي لكن انت أركي وحقفة إذا بضاً شرح العقيدة الواسطية وابن عثيمين يا تنبيهات السنية يعني مركا لبضاً شرح بكله أدوفة إذا بضاً شرح مركا محمد خليها الراسنة مختصر هذا لكن هو مفيد جداً أدوفة إذا بضاً مع اختصار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مدعى الله الله سوء الرحمن كن حريص بلارك سفيسنا أهادي الرحيم كن حريص سجارسين يعد دون خلقه سكمد أهادي مقعيسا كؤلفيا أما كقريا أما كبلابيا شوفوا أولا وحكم بلابي البسملة ويصند وحيطاي قرآن لذا القرآن يوحى السناء بسم الله الرحمن الرحيم إن لقب الله وهي النبي عليه الصلاة والسلام قرآن لذا القرآن أو أمري قرآن كوذا وحكم الله بشري بسم الله الرحمن الرحيم وراقه بغرده الدراية وراقه تتقار كوذا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم وحكم الله سلح الحديبية مركي هجيسك كلا قرآن ينقال ذي قريشيد بسم الله الرحمن الرحيم وحكم الله مركا بسملة إن لقب بلابا سيدا سيدا بي أتاهي مركا سنة أتاهي كتابك إلهي نوال لقب بلابا سورة توبة مويانة سورة قرآن كرمان وحا لقب بلابا بسم الله الرحمن الرحيم أي لقب بلابا حديث لصور يواجرة وشيغي كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر فهو أجذم فهو أقطع لكن حديثك عنك سوى ضعيف سيدا صحيحة إنك سيكشران علماء قويسي أي كشران لكن سيدة قوية وحوية حديثك وإنه ضعيف فيها آن الصغنين يعني ساس بسم الله وشارك أي مجرور كاسي متعلق بي وباهي هاي متعلق كاسي وحن نغن كرا فعل وحن نغن كرا اسم وحن نغن كرا مدعام وحن نغن كرا مدخاص
وحن نقرأ مد مذكور هي مد مقدر مد والباء، لكن بسم الله الرحمن الرحيم هذه الشر ولا قدرة الله ما شيءه مركب باسم كله لما يستره لما شيءه متعلق لما شيء ولا حد فيه. وحن نقرأ مد عامة وحن نقرأ مد خاصة. من عامة وحلو شيء ده أبتدي وهذا ترى ذو وأكون بلا بيا وأكون بلا بيا فعل والباء أقبل كرتاه. هذا قرآن الكتاب هذا أخرس كتاه هذا باسمها كتاه هذا عنيتان كتاه هذا عبيتان كتاه يعني من أبتدي ودي مش بسم الله أبدأ وما بسم الله أبتدي ما قاعد إلهي ما أكون بلا بيا يا باسمه قرآن الكي أخرس كي يعني وحوي عنيتان كي عبيتان كي مركا أبدأ أما أبتدئ وعم، لكن هذه موضوع مر بلجهد ليه فعل خصية جرني مدي سال الشيخه وحنا قلنا يا مد خاصة أدات الله بسم الله أكل مقع إلهي ما أحكون يا أما بسم الله أشرب مقع إلهي ما أحكون عبيا هذا وحكون يا ما وحكون عبين أشرب مرن كرتا ما يا هذا وحقر يا مرن كرتا بسم الله أشرب ما يا لكن بسم الله أبتدئ وضمن كرتا أضوح نصي بسم الله يبتدي وأضرن كرتا ما قع إلهي ما كبلا بيا أضوح آخرني بسم الله يبتدي وأضرن كرتا هذا مرتا لكن فعل كخاص كموضوع على جهد لا يمر بخص أبسن يسوي حوي موضوع وخص أبسية هي بس أيوم بالله أضرن كرا مركا ولا شيء كرا بسم الله أشرب بسم الله أبني بسم الله أقرأ بسم الله يؤلف بسم الله أكل يعني وحوي هكذا مركا فعل الله زي وحنا غني خاص من هنا مركا أنت مذ والبنو بعضا يضو اسم وخط علقة وحكم إذا بسم الله مجريها ومرساها قرآن كتبي يضو فعل وخط علقة وحكم إذا اقرأ باسم ربك اقرأ وفعل فعل كبار الشيء متعلقها هذا مرتا السبب مذكورة وحكم إذا لبضائع الشيء السبب محذوفا وحكم إذا بسم الله الرحمن الرحيم موضع كسو قرآنك وكذيني واسم كل ما يسترين يهي لما الشيء المتعلق ولا حذف إصابة مقدمة مقدمة ونوكرة مؤخرنا ونوكرة إصابة مقدمة وحكمة اقرأ باسم ربك إصابة مؤخرة وحكمة بسم الله مجريها ومرساها سجادة النوع مذولبا صاصي وصارت مركب علماء ليهين مركب فعل بون نغنى يا ما اسم معام بون نغنى يا ما خاص ما مذكور بون نغنى يا ما محذوف ما مقدم بون نغنى يا ما مؤخر انت مذول واجر تاي وحيكون صار صدي باب الاختيار يعني موضع كأو أو ليسوي هذا كله ما هو محذوف لكن إنه هرك قدرنا إن مدبك قدرنا إن فعل قدرنا إن اسم قدرنا إن عام نقضي إن خاص نقضي كأولاء على ماذا قال كذو وحي لهذين وحاولاء إن فعل نقضي با كأو ليسن إن اسم نقضي بعض أهل العلم ساسي لهذين وهي أصماد وأصل كماءها عمل فلك لكن أصل وحواء الأصل في العمل الأفعال أما في الإعمال الأفعال عمل فلك وحواء أصل فعل لضا مع أعضينا إنه مركا أصل ويهي فعل لضا وحي عمل فلان بلا شرط أسماد وحي كعمل فلان بشروط شيء شرط كعمل فلا شروط يذي كل رنتهي يا شيء بدون شرط عمل فلانة وحي عمل فلك كأصل سان كبدون شرط كعمل فلان وايه إنه متأخر نقضي إنه مقدم نقضه لبضا وحف في عنبي الهدين بعض أهل العلم إنه مؤخر نغضوه لضم بيسيه محمد كأولى أوي هيساسي وحي أولى أتهي هرمرين تمركا متعلقة لهرمريه وجاركي مجنوركي وحي فايدين سحصر تقديم محقه التأخير يفيد الحصرة وحي حقي سيهي لدم مريه هدي لسوه هرمريه وحي فايدين يكوبس عاملك معمولك لبضا وحف الرئي عامل إذن تقديمك بسم الله بسم الله الهرمري وحي فايدين سحصر معناه حوض عيا مدع اللهم ويانا وحك لك بلا ما يا حصر بفايدين ومد الله بعد وحك لك سبحان بركة لك بركة السنة يوم بلوغ لك بلا با يا مقع إلهي وان مقع الله وحلقه الشيدي إلا هذا تراهضه وألفه أما أقرأ أما أكتب بسم الله ده بسم الله وحكدا بيسات كبير وضايا أكتب ذا إيا أقرأ ذا إيا أكل ذا أشرب ذا أظهر مرسي وأذكر شيكتي
باسمك يا مركا حقيقة أغماد بلابين لكن مركا دمر يسو آتنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ حقيقة بعد قبل هذا بسم الله واحد كهر شيكتي مجرو استقعد قهر شيكتا وأنا أوفق للوجود وجود كينا ساسا وافق سنو دي الله وحد شري يدا مخلوق بشري الله وحد شري يدا مخلوق شرين أيو الله شري مركا ساسا وذا ساسا في عن إنه خاص نقضي إنه عام نقضنا أنا ما أقر وحي دور بذين إنه خاص نقضه لأنه أدل على المقصود وهي مقصود كيسا أوتس بضن يعني مقصود كيسا أوتس بضن الله هو محمد عنيز الله هو حوي والإله الحق وإله حق أها حق الوعاب ذا عبادة حقها ومتيستي إذن الله هين القمم قعابه وطلق الشيخه عبد الله بن عباس باب الناس بالرسول النقلية سنة كيس الضعيف بها النقدين الله ذو الألوهية والعبودية على خلقها أجمعين الله هو كإله نمدى من عبادة خلق قردنكم متيستي أو حق لإن إسقع عابدان يعني كسب مشتق مياه مسوى جامد أقول باكتشرت لكن سيدة صحيحة الله بقول باكتشرة لكن سيدة صحيحة وحويا وإنه مشتق ياهي أو إلهي الله قصوا اشتقاقي قل يا هذا ما مركز ديدا يا اشتقاق ولا جامد وحيلين وحكرنا لنا يوكل لازم يا مقع إلهي نسود فيه وأيو الله هو قديم يعني وحوى قديم كنا ما دم له مركز وحوى يهدي الله إلى مقع إلهي ومشتق وحين غنى إسا مستر بالقصة اشتقاق يهدي الله إلى هذا وحكرنا لنا إسا دين وحوى يمستر ككهر يا مقع الله أي كل لازم نحو هذا بين ذين لكن صح ما هصاسي واشتقاق اللغة ما تشيده إنه سود الرئي أما كفر عمي لقمت الماما وحعضينا يوم معناها النوع عاصاء وبيامينا يوشب هذا الدافع يا العلامة ابن القيم وحنا كو عضينا يا كتاب كيس لها بدائع الفوائد والبدائع كاسمه بدائع كتاب كبدائع سيدا ما بيعيس بدائع يا هاي ومركا بدائع يا هاي معنى أهان نو يا هاي واسم على مسمى وكتاب فائدة بضن وطالب علم وآذ وباه يا طالب علم ومستفيد كأهي وآذ وباه وحرنا يا مركا اشتقاق علماء الشيغيان لو قمت شيدو والسود الريال لغات المامي أما وحو قرد الشيء مشتق مشتق منه وحو قرد الشيء كتولد الفرع من الأصل سيدا فرع وأصل كأقرد الشيء ولدك وحو فرع كيه والدك دي والدك أقدم أزماء ساسو كلمراتك معه لو قمت شيدو صار حتى مركا اللي هي فعل كيه مسترك كم با مشتقة وفعل كان مشتقة مستر كنوا مشتق منه أما عكس إذا سيدا كوفيين تلي إلاده لو قمت شهده متك ودباك كالكه الرئي إمراتك لو قمت شهده ومحي مرك الله فعل كان مشتق ومستر لقصه اشتقاقه يا المستر أصل وأي أصلي ومنه يا صاح اشتقاق الفعلي مرك أسيدا أولي حريري مراتك وقمت شهده ومحي مراتك وقمت شهده وحوهي أن أحدهما يدل على الآخر مع زيادة متكود باك كلكو تنسينا يا معنيه يسا غيرات كلنا وليبا وهلينيا ومعنيه كلنا وكوبسنا يا زيادة كلنا والله سعطا ومصدر محو فائدين يا مصدر محو فائدين يا يعني مركا حدث كا. أي فائدين حدث مركا اللي هنا ومن حيث الغالب من حيث الغالب أي الله قهض ليا مهما مصدر كستعين ومركا حدث هي مركا لوغمتشي ويا علم الله يعني وحوية ليس بحادث لكن علم مرك الله إلى ذو مصدر حدث بفائدين يا وحلقت هذا من حيث الغالب وحلقت المام علم ذي مخلوق حادثة علم يعلم علما أما وحوية مرك صفة إلهي وقديمة بلا ابتداء ومن باب الإخبار لكن فعلكم حو فائدين يا فعلكم حو فائدين يا حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وحدث كل من زمن نذا أما وقت يذا صدح ذا وقت يتجي كتشوقي يكسوص على متكم ذا كل ما هذا مرتا دعضه يحل أي دعضي ثانا وحلقات المامية يعني مركا معنيه مستر كو حسوب ذا جريا يعني فعل والفعل ما دل على زمان ومصدر دلالة اقتران وكورنا يا ابن معطي فعل كوا وحي كتصية زمان يا مصدر كتوسيا سيس كل ما أنا شأنا كتوسيا لابد إس كل رجيه هنا إس كل ما يهين مركّع على كل حال
marka leeyahay magaca allah waa mushtaq muradka looga jeedo waa maxay yaani xuruuf asla iyo aslu lmacna ayaa ka dhexeeya masderka iyo isimka ka dhexeeya markaasaa isimku wuxuu koobsanayaa macnihii masderkana waa koobsanayaa dheeraad kalena waa koobsanayaa oo wuxuu ku tusinayaa isimka ilaahay cala adaati almuqadasa almutasifati yacni bisifa yacni waxa weeye daatada ilaahay ee muqadasada ah ee sifaatka ku lamaan ama ku dheehan ayuu ku tusinaya loogama jeedo sifada aqdamka ah isimka muraadku ma ah oo taa laga tilmaami maayo midkood baa ka kale ka horreeyana loogama jeedo yacni asmaada ilaahay iyo sifaatka ilaahay dhammaan waa qadiimatun bilabtidaa laakiin midkood baa yadullu cala alaakhari maca ziyaada macnaha looga jeedaa saas iyadaa weeye marka sida asmaada ilaahay kaleba loo odhanaayo waa mushtaqa biitifaaqi alculama alcaliim alqadiir alkhaaliq alraxmaan alraxiim asmaada ilaahay kaleba waxaa laysgu waafaqsan inay mushtaqa tahay hadda maalta maxaa haddaa laysugu khilaafay magaca allah magaca allah bay markaa isku khilaafeen oo khilaafka la geliyey marka sida asmaada ilaahay kaleba aan loo odhanayn waa xaadiise loo odhanayn ay qadiimatun bilabtidaa tahay haddana laysku waafaqsan yahay inay mushtaqa tahay mushtaqadana laga tilmaamayo macnihii marka waxa weeye masdarkana waa koobsanaysaa oo macaanidaana waa koobsanaysaa daatadiina waa ku tusinaysaa laakiin inay xaadisatoo soo dariday aan looga jeedin ayaa magaca allahna saasoo kale laga tilmaamayaa yacni waxa weeye daatadii ilaahay inuu ku tusinaayo waxa weeye yacni sifada marka uluuhiyada yacni marka ku dheehan ee markaa ilaahiyada markaa mutaystay xaqa u lahaa cibaadada in la caabudo isagu markaa mutaystay alraxmaan alraxiim alraxmaan waa ilaahay sida caamka u naxariisanaya fi dunya walaakhira gaal iyo muslimna allaha u naxariista wey macno caama loo fasiro alraxiim waa kii muuminiinta sida gaarka ugu naxariisanaya saa waa loo fasiray waana sida mashhuurka si labaad waa loo fasiray waa in la yidhahdo alraxmaan waa almutasifu yacni markaa biraxmati alwaasica raxmadda ballaaran waa ilaaha ku sifaysan oo laga tilmaamayo sifa ahaan markaa yacni uu faa'iideynayo isimna isagoo abu sifa ahaanna faa'iideynayo alraxiimna la yidhaahdo waxa weeye almuusilu raxmatahu ilaa man shaa min khalqih waa kii naxariistiisa gaadhsiinaayo cidduu doono khalqigiisa ka mida naxariistiisa gaadhsiinaayo oo macnihii ficilka ayaa markaa looga jeerto horena macnaha wasfida tanna macnaha ficilka ayaa laga tilmaamay asmaana weeye waxay yidhahdaan culammadu asmaaullaahi aclaamun wa awsaaf magacyada ilaahay waa magacyo waana sifooyin ya yacni waxa weeye waa magacyo allah lagu magacaabayo waana sifooyin markaa weeye saas iyadaabaa la odhanaya bismi illaahi alraxmaan alraxiim bismi baada waxaa looga jeedaa isticaaniyo tabaruk baa looga jeedaa la barakaysanayo qaar baa yidhi ereyga ismi waa muqxama ereyga ismi waa muqxam bay yidhahaan waa zaa'id ee waxaa loo jeedaa billaahi alraxmaan alraxiim laakiin tan noocaas waa khalad sax maa ismi waa asal waxay yidhaahdeen waxaa laga barakaysanayaa waa allah baa laga barakaysanaya isimkiisa laga barakaysan maayo shubhaday keeneen khalad weeye saxdu waxay tahay in allah laga barakaysanaayo yacni iyadoo isimkiisa la sheegayo ya oo waxa weeye marka bismi illaahi la odhanaayo macnuhu wuxuu noqonayaa magaca allah baan ka barakaysanayaa daakiran ismahu naatiqan bismihi macnaha laga tilmaamaya waa saas weeye sabbix isma rabbika alaclaa marka bismi marka la yidhi maaha ziyaada inay tahay ee waxaa loo jeedaa yacni marka allah nazah yacni naatiqan bismihi daakiran ismahu xaalad magiciisa sheegayso allah marka waxay nazah ayaa laga tilmaamay waayo tasbiixda marka allah la nasahayo xagge rabbi lagu nasahayaa tanziihu halku ka dhacaya tasbiixdu waxay ka dhacaysaa qalbiga iyo afka qalbigu wuxuu ku tacalluqayaa xagga macnaha ayuu ku tacalluqaya macnaha isimku ku tusinaayo ayuu qalbigu ku tacalluqaya carabkuna wuxuu ku tacalluqayaa lafdiga ayuu ku tacalluqayaa ku tusinaaya macnaha ku tusinaaya marka tanziihi qalbigii iyo afkiiba waa ka dhacaya tasbiixdii labada waa ka dhacaysaa qalbigiina tasbiixda waa lagala imanaya afkana waa lagala imanaya saas aawada waxay noqonaysaa nazih rabbaka daakiran ismahu ya macnuhu saasuu dhacay isimka keliyaana la nasahaya lagama tilmaamaye
وحلوه جيدا إن الله لا نزهه يوم مقعيسا مركا وحلوه صايو يعني مركا مقعين لشيق إياه وحيقيب كتهي تنزيها ربي لا نزهه مركا مقع اسمك أصل وحرنا يا العلامة ابن القيم كتاب كيس بدائع الفوائد فائدة وحى الشيقي وحرنا يا شيخ الإسلام من طيب يا الشيقي أي ورنا يا وفائدة تساوي رحلة لكن لمن يعرف قدرها هذا وفائدة رحلة لم أبقى تبني لكن وحي مركز سيدة أتهي عدي قدر كذا قرني سفائت ناس الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كل نسخدا ستا وكد وانت نسخدهين الدين حوية وخلاف سنت نسخدا خاصة هان ليدين دابعي بضيبا أهي ستان الدين الشيخ خلاف سنكوية اللب ويقبر رجل دونتان هو كاريس كدافع لكن نسخدا مركز حوية ليدين دابعي هدي واحد كده وان يكون يالين الشيء عن آخريه يعني تنبههم أبرر جيسا الحمد لله الذي أرسل رسوله الحمد ما هذا أردان لله الله بالله قاره أما الله بيوصف ناطي الذي كاسو أرسل صادر رسوله رسول كيس صادر صلى الله عليه وسلم بالهدى هنون لصادر هنون لما يسرن كاملة لصادر ودين الحق يدين حق لصادر بعض المركة اللي إلى هذا ومصاحبه يا أما اللي إلى هذا وتعديه بالهدى حال وهنو كل هنيه صادرين ودين الحق يدين حق حال كل هنيه صادرين أما بالهدى هنو بالله صادرين وتعديه ودين الحق وهو صادر ليظهره على الدين كله وهو صادر ليظهره إنه ككل رئيسي وكغالبية للدرادين على الدين كله دين لما أنت ذوكك الرئيسي وكغارب ياله دينك أولا صادر النبي عليه الصلاة والسلام وكفى بالله شهيدا وكفى بالله الله باكفلا شهيدا حال مركا مرخاتيها يا الله باكفلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد حنقريا واعتقاد سنهي الرمينيا الشيء عضينا يا أن لا إله إلا الله أي أنه شأني لا إله إلا الله مثل عابد حق معها إلا الله والله مؤيان أحب النان لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله مثل عابد حق معها الله مؤيان الله إلا عابد وحق وحق الناس كذبت وخبرك أما كون عام كذبت وخبرك وحق الناس كذبت وصفك كذبت إلى حق متشره إلا الله والله مؤيان وحق المركة أترى وصفه أما بحق أترى هذا قطع الوصيص أما يذهب خبرك كلكته هذا حق ترى هذا خبرك هذا خبرك يذهب كلكته وحن قلنا يسأل لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله مثل عابد حق معها إلا الله الله موياني الله إلا عابد وحق لكن غيرك إلا عابد حق ما هو باطل عدو ذنبه النظر وحال الله إله يذا حق أصبناتي وحده حال الله هذه كلية هذه لا شريك له حال الله إذ لو ذاك تأين كشرين أي لا مشارك له في إلهية لا مشارك له في خصائصه إذ لو ذاك تأين كشرين وفعيل بمعنى مفاعل أي لا مشارك له إذ لو ذاك تحال نشرين يعني له أي لله الله لو ذاك في خصائصه وحال الله لقارك إلهي هذا إلهي هذا حق أتهي هذا رب النمذي أفعاشي ستهي هذا أسمادي سياسفاتك ستهي إقرارا به وحان صدا قريا إقرارا قرسما قريا أتهو مصدر من غير لفظه به أن صدا قرا أما إقرارا أضحال كالكتو يعني أي مقرا وحان صدا قريا مقرا حالا قريا قريا التوكيد يظن النقنيس به صقع أنقرا وتوحيدا يكليين أنكليين أيه أي وموحدا يحال أنكليين مفعول له إن أتكلم تانكو بنان أتلاهده إقرارا به وتوحيدا أي لإقرار به وتوحيد قرس أنقرا يدراد يدبان مركز سلا أرنيا أن عضينيا يكليان أن كليان يدردين يسأل كلي يلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد وحنقريا وكمرخاتك عيا وعضينيا وعقيدي سنهي
أن محمدا إن محمد عليه الصلاة والسلام عبده أدونك إلهي يهي ورسوله يا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يهي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا صلى الله الله كصلي يعني هون حريستو رحمة مع تعظيم نحريس وينين كل هنطاي عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد كركيس أما صلى الله الله أمانه الله أمانه عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد كركيس ها أمانه وعلى آله قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كركوذ ها أمانه وصحبه يا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كركوذ إلهي ها أمانه أما هو نحريستو قول فكره وسلم إلهي ها النبت قليو أو آفات خير دباتو ينكاك النبت قليو تسليما مزيدا تسليما نبت قلين ها النبت قليو نبت قلين تاسو مزيدا أي زائدا على الصلاة يعني ديرات كأه صلقة صلقة ديرات كأه ومزيدا لإله وحلوت شذا ومفعول بمعنى فاعل أما لإله هذا مزيدا وحلوت شذا معنى مستر بلغت المامية مزيدا أي زيادة على الصلاة سانوا الله فسر أما بعد شوفوا حكم بلابي باسم كدبدي ما هذا نغو إلهي وما هذا نغاوي الحمد لله الذي أرسل رسوله حمدك وحل إله ذا والثناء باللسان على الجميل يعني عربك إلا بأمانا لإله ذا وحوناك سن لأمانه على الجميل الاختياري وعلى الصفات وعلى صفات الله اللازمة الذاتية كما قاله كل يعني مركة أفعاش اختيارية حق مخلوقة مركة الشيغيان بحمدك إيه مدحك مركة كالصاريان إلى هذا على الجميل الاختياري كوغاري الآن لكن سيد أهل العلم يقول كذا يبرر شيئا مرك حق الله لقى هذا ليه حمد قال له حمد نغيه واحد سؤال قال إياه يعني إلهي الفعل الذي سوصمينا إياه إيا ذات ذي سيئ وناقيا ذي سدات قال مذول با إلهي والله أقوم هذا نغيه مذول با إلهي والله أقوم هذا نغيه إله نمديس حقه رب نمديس أسماء ذي سيئ صفات كي سيئ أفعاش سيئ مذول با والله أقوم هذا نغيه أفعل شيء إلهي نعوذه ونكسنت يا يعني إن الله الجميل ويحب الجمال إلهي وأوذه ونكسين فعل لديس فعل لديس وحشر بكم الشران يا والشر ليس إليك مركا ونادي صردن با إلهي اللي أقوم أحد نقيا إلهي اللي أقوم أحد نقيا مركا والثناء باللسان على الجميل يعني وحوية وعرب كإن لغو أمانا أيه وحو ناكسن لغو أمانا أيه على وجه التعظيم والتمجيل والمحبة سلة شعلية هي أولا وينينا أيه أولا قدرين أينا يعني مركا الله أمانا وأمانتي وانا قال له الشيء قال لغو نتشعلية هي لغو وينينا أيه هكذا تصوح الله إلى ذا حمد بل إلى ذا مركا حمد كامل كأنه ما يسكتران الله وكالي أيه مضن حمد جزئي يعدك لوادعك ارتائن له حمديه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا مقامك محال ومقعابي محمود بالغو إطلاق هكذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام محمد بالرنشري مقعي السنة وحوي وانا مقع وانا صفه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وتحسان بن ثابت لون سبيعين ويري إلى يوحو قصر دنبالي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مقعي السنة مقع وقر دنبالي يا سؤوين يدر الدين فذو العرش محمود وهذا محمد إله عرش أو صاحبك ومحمود محمود وحوفك كان من باب الإخبار واسمك إله حميد بين معنتها اسم الله الحميد أي معنى سوحود أي محمود بوضع فذو العرش محمود وهذا محمد يا يعني وحوي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد مركب وحوي محمد محال ويلي وحما هذين إياه يحمده الأولون والآخرون ضدك هرية ضدك الضنبغة وما هذين على كل حال حمدك كامل كأنما يسكتران يعني الله بلقى ساساودت بسارته وله الحمد يضع مركي سيقال له ذا الهر مرين آيه سيحصل مركي وحين لوقاته يعني مركي سارته ساساود عائشة هذا الكيتري ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي وح مركي سوء أدب وكتشرة مجرى ساساودت بالنبي عليه الصلاة والسلام تقليلي أنا وإن كريم
حديثكي مركا وحوى ديرايا حديث رفكي قاتي كسوني يعني وحوي ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي حصر قال نوع عصواتي الشكت نبي قرأوا تقريريكم إنكم الحمد لله الذي أرسل رسوله ما هذا ورد من وحي أسوناتي الله مركا صادري رسولك صادري رسولك سم محمد صلى الله عليه وسلم وكذا رسول الذي هرنا إلهي وصادري رسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نواصادري وحل صادري يعني مركا بالهدى والدين الحق هنون رب ميسترانا وكاملة أي الله صادر يدين حقا أنا ماذا قال لبضا مركا وحوية إن يهدك كلا فرقيان بيدونين ووحيلا بالهدى وحلوت شيء ذا وعلمك النافع هاي اعتقادك الصحيح أنا كوف سنة والدين الحق أنا وحلوت شيء ذا العمل الصالح يعني مركا أساسي لها واسعك الفرقيان كأنه إليه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع مركي وحوية أي كلمان كلم عن النقنية لكن مركي ميتك الله الشيوكة كلنا وأسوق ذكري ليظهره على الدين كله سو إلهي غالب ياله وقكر رئيسيه دينك والنبي محمد الله صادر عليه الصلاة والسلام دين أردن وديمها دمان تذو وقكر رئيسيه وغالب ياله أي دينك الله صادر حقا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليظهره وحلو علينا يا الدين كان لو علني إنك سيع على ماذا قاركود إلهدين وحيدعي كرتين لو عليو يعني مركا الرسول يعني لكن وجهك أظهر كيف يعني وحويا وإن لو عليو الدين كان لو عليو يعني مركا تاسا يا مركا أظهره أو وحويا مركا في يعني سيغان أقرب مذكورة حقا معنا هانا يسيغ أظهر وكفى بالله شهيدا الله باكفلا حال مرخاتيها يا الله باكفلا الله النبي عليه الصلاة والسلام وحوق مرخاتي كعيا إنه رسول إلهي هاي شهادة سنو حين غنيسا بالقول يبالفعل وراهان إلهي وحوق مرخاتي كعيا وقرآن كيسا يكو شاقي إنه محمد رسول إلهي هاي محمد رسول الله بالفعل نوحوق مرخاتي كعيا فعلهم وحوق مرخاتي كعيا وحلقة الماميا سوغست الى هي اسغاي او تقريريه رساله النبي شاكتي عليه الصلاه والسلام انا او غرغاراي او هيليي او عدويديسي او تيرا بدن او كيهلاي الى هي مد رسول صلى الله عليه وسلم وكقولي سناي وشهاده بالفعل بي علماء يلدان وشهاده فعلهان والى هي او مرخاتي كعيو ويا هدو مركا بين الله كشيق لها النبي عليه الصلاة والسلام إلهي مقر قارن ومن النصريين إذ إلهي كبين أبورنا إسانا إلهي مدايو ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني واتو إلهي نوشاقي يعني هدو مركا وحانو إلهي أرن النبي كشيق لها فرضا وتقديرا إلهي قبل لها يعقاب لها لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين مدعين مركا إن إلهي عقابي إن إلهي قبطي كل ذلك مدعين تصالي رؤى بسيطة مثلا هدو تشرانين بقرأة أدو الكتالية وأود بضن حكم كنا سفي عنك عن تأود شرو أو يهي بقر كاسمت كأذك رعية ديسا أن مدن بكهي بذي سنين كبقانين إذ أود أقب يكتومي كرتانين تشرين إن قبلاء أي بلد كيسية ماشو كترين أي بغر كاها كدحك عي عيدا بونيكا سواتا مثلا وحلو حمركا السماية وحكو الشامبضي يا بغر كا وحلا بغر كا يا أمري أمر كا بغر كا كوش غينيا وحيدنا أمري إنا أمر كا إما غشان وإي أطيعدان عندكم مغلي ويدة وكاهر تمادة وأريقك عاردة شقاكا قبب يقول تهدنا فعلا وفريين وكاقبطا أمر كا بغر كا كوش غينيا بولدان عد الله يعد الدلو عد حوله هذا مركا كقاهده وحول هذا أمر بقر ككسف فريوي هدي تاسي أين يكشرين مدعي كرتا بقر كونه اسكدا وذا اسكدا أيه ومالي والبا يعني وسلا ويلا هذا أمر كي بقر كان كفريي أمر كي بقر كان كشقينا يا ملك لو حبك كلام إيمان أمر كي جينا ديدا وحكر لك أنت بقر كينا ديدين ما دعي كرتين يسكت دايو يسكت داوضو يساقو آنو بغركو أمرين وساقو بينا بورناي حالا فيليا تذكي مكرنا دعي يسا بغركو ما أمريني نيكا نيساقا يسكت تصرفايا
وهذا بقول محو الدنيا بالعرنا محو قبوا واي محو عقاب واي اللي سجى بكبين أبو رنا ياي وحولا السمينا استجو يعني أون السمينا يا إنه كسفري دينتها وسكدة وحيكوت السنة يصاب الله أرن لها وعقل وكان سنة يا إنه أمر كبقر كأشياء يا أي نبتهاي أو أمرت أن بقر كسفش أص الصرير أن فهم كقصو دوينين ولله المثل الأعلى إلهي عالم كان يملك جنودن إلهي سجى إسكله سجى أبورتي سجى ملكية عد أودهان إلهي ودق ما يسمى شفت عد كهري ما كرت ما شفت والملك وأنا المالك وأنا خالق نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالة ذي سهدين يدب أهين ويبين نقل لهي يقب قبلها سكر لم نقل لها بين تكشيغا يبقر كأيو لم نقل لها سيدان الله رمي سنكرين إن وركا سيانو تشرين أن الله رمي سنكرين أي نقل لها إلا بإلا واتشرا هديك لو حبوك قبل لها أيها وحلورنا يا مادام النبي محمد عليه الصلاة والسلام والشيغي والشيغي إن الرسول إلهي النبي إلهي هي ونيولي إلهي بأي وحيوذي طاعة ذانيك اللي أطيع وطاع إلهي الأطيعي من يطع الرسول فقد أطاع الله طاعة مركة رسولك اللي أطيع الله بواجبي ويولي ونيولي عدة يقالوا ذانيك إبنسا جهات كذا اللي بنيي ليقود يحوله هذا أي بنان ما تضعين أن قفاشا أي بنان سيدينا مركا القدى أي لوغو النصري أي لوغو قرقاري إلهي النصر أي قوشة كسي أي عذو يدي سيوكات ربضا إلهي تشبي أي وحي تاسع الضين إيسا إن إتهي شهادة له بالرسالة بالفعل مرخاتي إلهي وغمرخاتي كعيه إن محمد رسول إلهي إلهي فعل لهان وغمرخاتي كعيه وشهادة بالفعل هذه كلمة دايين مركا وحوية قولا وفعلا إلهي وغمر خاتك عن النبي عليه الصلاة والسلام ورسول إلهي هي وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكلمة التوحيد كلمة التوحيد ك معناها اللغة الشهيدة وعبادة إن الله اللغة كوبا وعبادة حق الله كل يجيب حق له عدك لا إلا لعابده حق ملها عدك لا عبادة إلهي إلا رسيه باطل وي الله كل يا عباد الله قاري له وانا اصل كي اصل الاصول اصل كي اصل لدوي رسول الله لما انت ودي النبي لما انت ودنا اصل كاس الله صدره اصل كاس الدين كي الله صدره كقتمي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون مركا رسولك استوى ان كلمه التوحيد الله صدره الله شاك هذا مرت ساسوا رسول الله محورني اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني الله عابدا معبود كلا عابدان وحق إذن مصرنا يا الله قل عابدا صار رسول الله ما وضع هاي إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله مرك عبادة دي بأ الله لقوكه بياه لا إله إلا الله ومحي ولا معبود بحق إلا الله لا معبود حق إلا الله يعني وحوية من حق لقوا عابدان الله هنا مشروع أما من العابد حق ماءها الله موياري الله قرأ إلا عابد حق أيتهي لكن عدي كلها دل عابد النبي هالنقض يعني ملك هالنقض ولي هالنقض شني هالنقض إنسي هالنقض وحك له هالنقض لما أن وحي نقنا يساوحي كلا العابد الله أنا هيني وحي نقنا يساعي بهذا العابد باطلة باطلة نقنس حق مرنا بنقنس إن الله كريه العابد عبادا لو قريه لا يسجل لو كريه لا نبي محمد محورنا وحورنا يقول لا إله إلا الله تفلحوا سيدة حديثة صحيحة كصارت لا إله إلا الله لها هذا لا إله إلا الله تراه ذا والليبان إسان يا يعني مركا لا إله إلا الله لها لا إله إلا الله نوح اللغة إذا الله كريه عابدا عدك لا الله لعابدنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني أهل الكتاب كوحد كتل هذا إلهي النبي وكويل عليه الصلاة والسلام وحين كويل يا كلمة بل يكويل يا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة مركة وحوية ينوصي من وعدها رجل وعاه وما هي كلمة داسي والله وكري إلا عابده ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله هي لا إله إلا الله وبمعنى
واسكم مدوي واسكم مدوي. وحصر العبادة على الله يا عبادتي إن الله لقوك هو بايو الله كريا يعني مركا اللوك قريلا صاصا اللوك اتشي وانا صار سيد الله اسكم بدلا يا حديث ابن حشيقة يبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله حديث ابن عمر صحيح عنك شوهاتك قارك هذا صحيح قصة من حكويمي بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه إسلام لماذا الشنب على قول إسلام وحل قول إسلام على أن يعبد الله إن الله لا عابده ويكفر بما دونه يوحى الله كسوك يمين لك كفر عباده فتوحيد عباده إله إلا كريينا إله معني سواء محي ومألوه وفعال ومفعول له قد شيء أله هو محي وبمعنى عبد أله إلهة أي عبد عبادة عباد عابده تأله تعبد الإمام ابن جرير الطبري كتاب كيس التفسير كاو حورنا يا إلهية إن يتهي عبادة أصل ما كل هذا اللغة العربية مركزورنا يا ها أصل بكل هذا أصل أي كل هذا عبد وحلو استعمال عبد يعبد أله وعابد تأله تعبد وسوق هذا البيت في الشعر كاها أي سوق هذا الرؤبة مركب لها رؤبة من العجاج يا وحيولي لله الغانيات المدهي صبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي يعني إن قبيا وقبيا وهرأ أي شيء يا الرؤبة من العجاج العنس اللي ممكن الرجازين تابوا كم ذها نوح ويلي يعني إلهي بأسق ناطي يعني هبلها قروح ضبضا وحمانة أمانتو دي قروح دودو الله بأسق ناطي الله بأبحي يقود يا قي صبحنا واسترجعنا من تألهي يا إن أمانين بوشيغي ويتصبح سليم بولي سبحان الله بإله دي واسترجعنا واسترجع سلي إنا لله وإنا إليه راجعون وحي مركا لا تصبح سدين ولا استرجاع سدين من تأله أي من تعبد عبادة ذي لبون تأله وبمعنى تعبد ابن جرير الطبري بقى سواق هذا شاهد بخير دانا سواق هذا يا قراءة الشهادة عبد الله بن عباس وآخري ويدرك وآلهتك وإلهتك أي آخري عبد الله بن عباس وقراءة الشهادة قرآن ما الله ما أخرك لكن سيق قراءة ذي صاحب مركا صبح حكومة صلى عبد الله بن عباس وإلهتك وقراءة سيء أي وعبادتك ويدرك أذيك أي كاتقان وإلهتك أي وعبادتك عبادتك وعبودي أنك تقان مركز عبد الله بن عباس وحولي لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد يعني وحط الماما يا قراءة سيء يسوى أخريا سيء تذكر قال أخريان إن صوابك وقال له يا وآلهتك علماء ذكر الدواء كتشوابين لكن هذا موضع شاهد وحين وشاهد إنه يسأل مركي سوحان يعني رأي بيس ميسأل الله قشه مركي وحولي هاي يعني وحي وإلهتك أتهي فرعون إسأل لعابد كشيرين إسأل عد معابد كشيرين وآله هم لهاي مركي إلهي هذا عابدي كتغي المرادكم ما هي وحلو قشه ده يعني مركي عبادة وعابدي كتغي مركي إلهتك مسلك أخرين إلهة وحيلا معنى عبادة وزنا ومعنى حق وزنا يحق معنى قراءة كلاه وحوية وقراءة جمهور المسلمين يا أخيين وأنا تصوابك يا صحضة لكن وجهة النظر ويتاني هذا الشيقني وحان لقى يا باتاك لأكتسة إن ثبت عنه إلى أن مركز مركة أي أين كسقنا إسكا أكتسة أسقنا أنا وعطا روحنا وحو مركة حجك وأهو حي إسكا سوكاري لينذركم به ومن بلغه حلقة يا بقرة هذا كله إن السوق قاعدين بالغة هكذا أنا ما أدري توجيهي أنا وحي لهدين وحمرك لو توجيهنا يا فرعون يسوي إله نمشي جانا يا أيها هذا نمرك يسوي حش الشرعية عليها كله إلى عبده أو يسوي الله قصة توصلية الله قصة دواني وصل لك دكانا ولا هي مرك يسوي قوة مرك عبده قوة يسوي فرع كيه ما دام يسوي الشرعية وحي فرع كيه سقى مركز سداس أودد أي مركز إلهي ويدرك وآلهتك يعني مركز أساس يدوي له على كل حال أوليها مركز اللي يدوى بمعنى عبيدة أوليها فهو إله أوليها أي عبيدة فهو إله أي معبود
وصل اللباس ملبوس شعال وزنقة والله استعماله معلوم مفعول إنه يمد سيد إمام سيد اللباس سيد فراش مفروش ملبوس مؤتم به وهكذا مركا وحوي إله معنا لغة شيء ذا ومألوه وكل إله سنة يلعابدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأول واجب وأنا آخر واجب وحوقه الرئيس لما نذل الوسوى قال يا واجب ككو وادوا محي وشهادتانك قفك مركا وقه الرئيس ما حال أمر يا موحى لورنا يا نظر يسدل لك على عالمك كيف فكر ميا لورنا يا ما يعرف أول واجب والنبي قال أمر يا وحي أهي شهادتانك إلى أمر يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن يوحدوا الله عبادة الله صدح الرواية وحوقه الرئيس أول يد عضيني حديث نصفية أو عضيني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وحكى لك مهر مريم يا عمي قل لا إله إلا الله انظر واستدل ثم قل مؤرم يا نظر يا استدلال وهميري قصدي إلى النظر وهميري وحمرك أبوها الرئيس ويا ري شهادتان خير نقرأ أسلم تسلم هرقل مرك وركي لودرة انظر واستدل ثم قل لمعرن مرك إذن أول واجب نظر يا استدلال لا محل له من الإعراب إعرابته ما حلكم له أول واجب وشهادتان خير نقرأ والكيراء يهودي قال سكراد يا نبي محكود عليه الصلاة والسلام أسلم يا مرك سوي الكيراء أبيه آقي سكراد كنا وهايا لكن نفسه مسوا قارين غرغردي ولحالة التوبة لا أقبل أي توبة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر نفسه هالك أدير هالك أنت سوا قال له توبة واحدة أنت قم توبة مفرة لكن أنت هنا هالك سوا قارين لو أنت أين سوا قارين توبة وفرنت ولو أنت كلامها يسقس وقريف وتوبتك إنك لا قفك هذا قال هوا إسلامي كرا هذا فاسقها فسق يحمانتي الدم بجا وكتوبتك إنك لا ولي توبة وفرنت أبيه مركو تشلعا أبيه وحو كويري أطيع أبا القاسم أبا القاسم أطيع يا سوي يهودي يجب كو باقية وضيقوا ما إسلامي إن كنا وحو النبي أطيع أبا القاسم أطيع يركب وحو لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهادتان في القراء إن يرد بديد بنفتك دعوة أو الانطاق ما صلى ولا سام من التكن من السومي عمل كان لما إيمان يعني فرصده عمل كلي ما يده واختقوا ما سامحين به لماذا شهدوا الليم مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار وحما هذا الله وما هذه أصغنات إله النار كبد بادي أي ما هذه أصغنات خلا يقضي فرح بضنا يعني مركز طبنانك كن أهيد وقت النبي عليه الصلاة والسلام إسلام أي نبي يقول ما ويدين هل نظرت واستدللت نظر استدلال مكهر مرسى إسلام لمضى وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع عضينت وقته ومد أباها انتهى النبي كذب لقانا مد أبنان ماءها مركا وحان وقت يا شيبيني إنني مركا وحوي واجب اللي قدت غي أين أهين بيكو تصين إسلام هذا أهان لها واجب إن لهر مريه نظر استدلال نبي يقول عضين لها عليه الصلاة والسلام لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتوكيد لا إله إلا الله وحيكك وبنتها إلا بركني لبركني بحيك ليه نفي وإثبات والنفي يصغس نفي وحى لا إله إثبات كنا وحى إلا الله يا إلا الله سي إثبات وطهي إثبات وحي وطهي لأن الاستثناء بعد النفي إثبات وأي الرب استوحى الصور يبا نفي دبدي سد قاعدة الطيب حنقنا يا إثبات وحلا الصغير مك إلا الله وحنقنا يسأله يدا حق عين الله الله الصغير غير كين لجنة فيه لا إله أله يدا حق أبا لجنة فيه يا عم سوى الله إلا الله أله يدا حق أبا الله الله الصغير هكذا هذا مك النفي جاي استثناء قال لا إيمانين توحيدك مك ما حصل الله إله إلا إله ذا كافي معه الله إله يا لكن وحوي النفي استثناء مركز النقطة مركز التوحيد نقطة وهي إثبات كلي وهدي إلا لي مادو لا ينافي المشاركة مشاركة ديدي من لكن وحوي النفي استثناءه وحيد ديدي المشاركة ذا وديدي
خبر كوال لحد فا مركي سمركا يعني لا ذا دبديد وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر يعني الشائع ويا باب كانوا كلين مركي سا خبر كله حذفه وهي معني سو حوي وظاهر أو حوي معنى موضوع ظاهر وي مركا هو مقدر ولا قدري والمقدر كلمة كوب شيء قال قدر أنا وحكله يعني سيد واحد شيء قال كله وحده لا شريك له والله بحال الله بضع حال بوا مؤكدتان من نوع مؤكدة للإثبات سبستي أكيدة يساء أتكينيسا من النفي قديد ماذا أتكينيسا لا إله التوكيد نيسا لا شريك له وحده نوحي التوكيد نيسا إلا الله أي توكيد نيسا إقرارا به وتوحيدا قرصة الأخيرة أينا شهادة وإن كرد على قلبك يا أفك مدوى الباء مرك الشهادة لليه أفك بارتي سكرية إلا قيل له كما في الله الشهادة لابد أن تكون من القلب قلبك وين كسوف شاء هذا نقف قلبك وحن كعقيل يسنين مخاتف رو أو قبو مركا سدا إنني أهين يقول أفك باركي سو كير هذا هبل باله وحن أقبا إن أنو لهين مخاتف بينا لي نقلس وشهادة سو يا على الربا شهادة مطابقة لعلم القلب شهادة سو إنه تهي مركا مد يعني مركا قلبك أقال كيسي أقوم تيسي وافق سوينت سأسأودين شهادة الله قرأي وين قلبك كسوف الشأفكنا لقي له ده أفك إي قلبك مدولبا وين كبعضا هديك الشهادة من أغنس أقول لهم أولا كريا أشهد بني شهادة اعتقاد يقين علم مركا الشروطات شرى لا إله إلا الله وإلا ظهر علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها ولا ما ذوحي الشيخان تضب الشرطي وأن في عدة قفك أي أنفع يسو شهادة الله شرطي شروطها سواء محي وإنه معناها شهادة وكم رخاتي كعيو إلهي هذا حقا إن الله أصغناطي وإنه قرنيا والله لقاريه إله لماذا حقا وإنه أقاد أركاس وقرتها هذا مرتها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فاعلم أنه لا إله إلا الله من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة علم بشرته إلا من شهد بالحق وهو يعلمون والحال وهو حق مرخاتك عين وهو حق مرخاتك عين والحال هم يعلمون أي قرنيان وحال حال كوامحي الحال وصف لصاحبه قيد لعامله حال كوحو صفوية هل صاحب الحال وحونا قيدي الشرطي ويها عامل الحالكة مركز الشهادة دي وحا الشرطي وآه علمي إنه راعه كل يقين وين يتبتال مستيقنا بها قلبه وتأحاديث تقصار روطي غير شاك قلبك يسونه يقين سيئة هيبها مركز الشرطي وشكي كم مرية شكي وكم مرية وين يقينتي أي شرطة وين علمي كتشراء وين مركز وحوية إخلاص كتشراء إلهي درتي اللي وقت شيدا استصنوا وإن يا هذه مراد كلوغة شراء إتهاي استثنى معد لسكت صايو ولا دون أي مقعي ماموس إن لغوها له يا تمنى غني سوحوا الشهادة حقا نغمس يا إحنا غنسة باطلة أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة مك إخلاص وإنه شراء عمل كسطا إخلاصك والله شرطني عمل كسطا وناكسا إخلاصك والله شرطني علم يقين إخلاص وصدق كمع وإنه كذب تهي بين بين أين كاهل يعني الشهادة دي أي كمر خاتك عين لمنك منافقين ربك ما يهي ربك ما يهي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مركا لابد وإن مركا شهادة بين بين أين أهي أي تهي الشهادة رب أهرون أهرون وإن محبة شرتها أنا لن نعمين هذه الشهادة لك رهي سنة يقول لنعبيه للعليه لكن أفك باركي صلى الله عليه وسلم والله اسك عرنايا لكن والله نعبيه علب ليه با لا ده ما أنفعش ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يعني طيب محبة وإن لك عليه يا علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وإن له قان سما وإن لأخبرا يعني وشروط مركوا حوية تضب الشرطي والله شرطنا يعلم أي كنصوص تكلب حين يأدل أي كلب حين وحين أتهل النفع قفك أي أنفعي سو شهادة وآخركم بدباذي وشروطها الله شرطنا
أما أحكامتها الدنيا ظاهر بكل سنت رحم موقضة أي كل سنت توحيدا يكلين إله لكلين يدراد إذا محال لكلينا لفظة التوحيد واللفظ الشرعي تذكر وحي موضان إنه يهي أريق التوحيد إصطلاحي تذكو كوه الشيء ماها ومسألة مركا وحوية واللفظ الشرعي لفظ التوحيد نصوص توحاكو صاررتي يعني آيات كقرآن كوحده باقتمي يا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفر وحده حيث الماما يسوى اشتقاق كلمة وحكمة يا مادة ذي أي أمرك يسأل الله الشارع أحاديث محالة ينقل الشارع من وحد الله وكفر بما دونه حرم ماله ودمه حديث كمسلم صحيح أبو سعود من وحد الله وحد وفعلك فعل كاس وحكوب صنع يا مصدر كينا وين نقول لي يعني معناها مصدرك في ضمن الفعل بكتشرا هذا مرة مركا ما دلي توحيدك وحيتها مضمن وتضمين وجزء المعنى وكذلك حديث كمركا معاذ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله صحيح يكون سبحانه يوحد الله وتوحيدا ومعنه بعد والتوحيد لفظة التوحيد الصريحة صار علي نصوص تكوين لو أقر أبوك بالتوحيد نبي قول عليه الصلاة والسلام هدو أبها قر لها يا عمرو بن عاص مر كلها ذلك هدو أبها قر لها توحيدك ودن أتكسهم إلى هيد أمو حكس صدق ضيسان لا يدوى أنفع لها حديث كان علماء قال كدوى صحيحيا وكذلك حديث كان الترمذي وغيره سوريا تلمام يخرج الناس من أهل التوحيد من النار تذهل التوحيد على قبل حندونا النار تأيو النبي قول عليه الصلاة والسلام فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد حديث كجابر في صحيح مسلم كسرا يعني أحاديث بعضهم بكسرته مركب اللفظ الشرعي وهي اللفظ الاصطلاحي لفظ اصطلاحي ماها وحى الله اللو قال يلي خص إسيس هديتها إلهية إنه حق لي هي عبادتها هديتها أفعاشي سئ الربوبية سئ حق لي هي ويسوق مركب اللو قال يهي أي اللو كل ييني هديتها أسماء دي صفات كيسا أي اللو كريه ليا اللو عقيدين يا اللو قشيه ليا اللو قريه ليا التوحيد ومحي التوحيد وإفراد الله بما يختص به الله وحو لقريه اللو كريه إلى اللي له ذا من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات يا يعني وحوية إن دمان لو قريه له أما الله قعبره اللي له ذو الاعتقاد بأن الله واحد يعني في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته يعني وحوية لمان إلا هاي لقارية هاي يعني مركة وحوية الله نكره إلا عابده أي لا إله ذا أما عبادة الله مع اعتقادي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إن الله كله إلا عابده وحده حال كله يهي يضع مركة لعقل ذي سيه إنه لقارية هاي إله نمديس يا ربي نمديس يا أسماديس يا صفاتك سانتبع هكذا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن قيبت الله بعض وحنكروا قرية محمدٍ ويهي أدونك إلهي رسولك يعني أدوني ماذا إنه أدوني إلهي يهي إنه الرسول إلهي يهي بالله كل من أيها حال الله وضل الله كل من أيها وحال الله كل من أيها ودفعًا للإفراط والتفريط ويعني مركب باتشين لباتشين أيها للريح أيها تلحتق رسولك الله قلت تلحتقه هي كقابل حقي سلقا قابي الله بضبا أصدق عبد رأي الشيخ محمد يعني عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب ولكن يطاع ويتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي مركو تعليقين أي عبده ورسوله وحويلي عبد فلا يعبد رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وأضون لما عابده ويسلم عابد لله عبد ومحي وعبودية خاص كاهي عبودية وحي نقطة عبودية عامة عبودية خاصة عبودية خاصة وحي فايدين إيسا يضع عبودية عامة كأنه يكوب صنع السين إلهي لي هاي ملكي ومخلوق إلهي وأدون إلهي ورب لي هاي ملكي وأبو ري الله أو الله أرزاقي ومامولي يعني ويا هاي لعقيدين إيه حدنا إنه يهي عابد لله موحد له إذا الله عابد إيه الله كريين عبده وكي الله عابده أي عابدك هو أهل يا
عبادة أكليين مركا عبد ما دام لا يري فلا يعبد سيقول العابد ما والرسول فلا يكذب وأنا الرسول لبين ما ولكن يطاع ويتبع هيا شواء لا أطيعي وأنا للراعي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول صارتين من ربضا يدعو الله كل من آية القرآن كان دواه كتمي مواضع عديدة إنه رسولك يا هيا الدون إلهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا آيات متعددة يا كويمي مركا الدون إلهي إنه يهي قرآن كوالين وشيغي رسول الله إنه يهينا ولا إنه وش جاء آية ذكره ولا إنه قتل مامي آية ذكر كذا إنه أخرنينا ولا قفهم يا سيدة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يعني وحوي رسالة دينا وكوسنس أحاديثنا وكتمي سيدة حديث ك عبد الله بن مسعود تحياتك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدة حديث ك مركا عمر بن الخطاب بخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أما أنت إذا هو ترحتقنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام سيدنا مريم مبا أما أنت سأقول ذا كريستانك ويقول ترحتقين واحد ترى هذا الوادون إلهي الرسول كسبه إنما أنا عبد أدون بنا وحكرا ما هي أدون بنا إله ما هي ربنا ما هي لكن أدون بنا رسول نواه فقولوا عبد الله ورسول تاسا وحيتهي يعني تمموا المدح وأنا دفع للإفراد والتفريد رسول الله وإيه اللي بين المال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يعني إلى هاي هكو صلي النبي عليه الصلاة والسلام يعني صيغته حوية وخبرية لفظا لبدا جملة دعائية معنا حتى لفظه خبر كتهي صلى وسلم مذ والبا فعل ماضي لكن معناها محو دعيا معناه محو دعيا دعو دعيا هكو صلي هنا السلام وهنا بدقريو معناه ساسو دعيا صلي أنا وحي إلهي على مضو لهم معنى القفة السراء إلا إلهي إلهي هون حريستو إلهي هو هون حريستو هون كردية اللوتشي مركا علماء قار كود تفسير كاسي واما تفسير كمشور كا علماء قار وحوية كاسي مريم العلماء قار كودنا وحي لهم صلى الله حلوتشي إلهي ها أمانو واتو أبو العالية إليس لبخاري صحيح إذا كنت أروريي صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة صلي إلهي وإن الله ملائكتك أمانه أي صلي إلى هي هي وشقاسان مركا وحوي العلامة ابن القيم أرجح يا كتاب كيسا يعني صلي النبي صلى الله عليه وسلم وكغري يعني معنا سو أرجح يا وحن الشيقيا لو ريتبن وشي أو كو أرجح أيه تفسير كاسين وكفي عن يا هي تفسير كالك في عين وأيه دي صلواتك يا رحمة الله يسكو عطفا أصلنا وحوى عطفك تغاير بواه تكلوا حوايا صلي إن عدك للو إفراديو خلاف باكو شرع بين العلماء لكن رحمد إن عدك للو إفراديو خلافكم شو إن البنان تعالى سليه وقولي هاي عد مركا وحوايا يعني هدي له يقف مسلمة يعني رحمه الله يا يعني وحوايا والسليه وقولي مركا فروق ذا مركي سوحا كميتهاي فروق ذا أي مركا كميتهاي مركا على كل حال وجوه بدن أي شيء صلى الله عليه وعلى آله أنا ما قال وحي لهدي الرحمة اللي وحن بارو وحل ورنا يا رحمة خاصة اللي قدش إذا رحمة مع تعظيم وأنا سأل ابن عثيمين وقت إذا قال كذو يلي هدي الرحمة اللي وفصره سيدا مركا علماء بدن كذو يفصرين وحل ورنا يا رحمة خاصة الرحمة دي عام كاين معها ورحمة مع تعظيم أي اللي قدش إذا بيلي أي اللي قدش إذا بيلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى هنا نبدأ ليه آل كالنبي وحلوش وقرابضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين تاهيد يعني هريب بن هاشم هريب بن المطلب المؤمنين تاهيد إيمان كل انتهيد كواسا مركا آل كالنبي نغني عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم نوحي إلى هذا المقام الدعاء مركا لتشوقه آل كإن العام يلافي عن والله إلى هذا المقام الدعاء مرك الله تشوقه وحال الله فصيري إن آل كاللوغة تشيده أتبع ذا النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي الرميسان راعده رنبا اللوغة تشيده أي علماء قال كود مركا إلهدين معناها عام كأه بالغو فصيري وايه وصحبه وأصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعند النبي محمد الرميسان لكولانتي إيمانا كل نطي عند سوح الله إله ذا أصحاب الله إله ذا وانا اسم جمع وايه صاحب أيا لا إله ذا
يعني مركا أما الصحابي مركا متك للشيء وسلم تسليما مزيدا إلهي نبت قليو نبت قلن مزيدا يعني أي زائدا على الصلاة كديرادة صلق كديرادة أما بعد انت أدبت الدنيا فهذا اعتقاد الفرقة الناجية فهذا كني اعتقاد الفرقة الناجية يعني كوحدي مركا نبت قليسي عقيدة ديوي كوحدا نبت قليسو المنصورة اللو قرقارو اللو هيلي وحق الله أي اللو قرقاري إلى قيام الساعة إلى مركا قيامة كعيسو اللو قرقارايو يعني أي اللو هيلين إياه ومركا أي منصورته اللو هيلين أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة كوي السنة أهل كآء والجماعة كوي اجتماع يكون كيحقق كل سيئن أهل كآء هذي عقيدة دوي وهو الإيمان بالله وهو اعتقاد كأما عقيدة إليه اعتقاد سيئه الإيمان بالله والرمينة الله للرمينة أيه وملائكتي ملائكتي سرمينة للرمينة أيه وكتبه كتبتي سا والله سودة شيء رمينة للرمينة أيه ورسوله يا رسول الله إله رمينة للرمينة أيه والبعث بعد الموت صو صارتان كذتك الله صو صار أيه قريدة دبديد إن الله صو صار أيه رمينة للرمينة أيه والإيمان بالقدر أيه والإيمان بالقدر يا رمينة قدر كلا رمينة يوي عقيدة هذا اعتقاد هذا خيره كيس خير كلا للرمينة أيه وشره كيس شر كلا للرمينة أيه مد والباء شهو حنات المما رحمه الله عبارة مركه مقدمة دي شاقي وحكو عكسية أما بعد إساقو الدونة يأينو كالصارة هذا الكدب مقصود كي وكيني دونة إيا هذا الكي هوري مركة إساق هردعا هاي مقدمة ها قريسو كبورا أما بعدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستعمال شري وأوران شري أحاديث بضنة وخصارت مواضيع فرب بضن بأن نبي قلقسو النقلي عليه الصلاة والسلام ساساود أدباء علمادنا استعمالين أريقام أما بعد اختلقان ويسو اختصاران وبعد بيلهدان مركا وحي كالي قانتا هاي معنوه إنو دعايو وحكا الصوء هذا هذا الكاهوري أنو صوم الرد بديد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية هل كما مقصود كلي وقو ذكري كني واسم إشارة محلة المامية عقيدة ذنبالة المامية قرن لهم دو ايانو الشيخ انه مركه عقيده ذا قري او مقدمه الدنبيسيي يينو مقدمه هران قري دبدنا عقيده ذا مركه دنبه او سي رعيو ترتيب تا كو سوداي على الترتيب هديو مركه عقيده ذا او هران قري او مقدمه الدنبيسيي مركه دمه مقدمه كو كبي او يدو لدنبيت قري فهذا اشاره وحي كو دحايسا وح محسوس اه وهذا كان قرن عقيدة الديار سنة سلاك قرن شيء محسوس يكون عمرك وحواست لقوها ليلة أيوب باي الشهر ذكو العيس هدي الله إلهام مقدمة ذهران قري وهذا الكلا الدنبيي محي الشهر ذكو مركا كل عيسى إلا حوما قري الشهر ذكو مركا وحي كل عيسى معاني ذا يعني إساقا كبر رسن قلب جيسى يكون ديار سنة أو الربئين القره تاسا مركا الشهر ذكو العيس فهذا كني أما كان قرن هالنقطة أما كان ديار سنة هدى أن قرر ربه إن معنوه دعيه هالنقطة اعتقاد الفرقة الناجية كوحدة النبت قليسة عقيدة دوي اعتقاد وامحي اعتقاد كوحلقة كاني يعني مركوه معنى حسي الله استعمالي كري اعتقاد وعقدي وقنتنتي وحلقنتاي كدبنا وحا مركوه وحوية قلبك لغو قنته لغو قبته لغو جزميه أي اعتقاد الآية لغو إطلاقه هذا ما رأيته قصد كي وحل يلي يعني وحي اللو قصداي ولغو إطلاقه بما عقدتم الأيمان باريه أقون الدين يا وتأقص الدين باللوشي مركز ما وحل الله استعماله أمورها اللي اعتقادين أي اللي أقون صني إلا الرومين أيه تاسا مركا اعتقاد لغو اطلاق وايه لدراكم من غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مشتهر يعني مركا وشيغا يي يعني اعتقادك مركا وتلمام يي وحا مركا وشيغي
لإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق شيء علمك أها التغير أخبري كريي ودعي كري سيئن سيدا يسيدا مدو ألبا لو أقول صدو علمك ألبا لو كالقاضي علم قابل أه إن اسبدلي كرو بيا شيء قابل أه شيء مركا وحوي يدعي كرتو سيدا يسيدا بالروح إنو اعتقاد كرو وحل إلى هذا اعتقاد بال إلى هذا هذا الشيء مركا وهي شيء جازم أه لقوينا الله أقول صنع لقوينا هذا قابل للتغير يا هاي اعتقاد بالله هذا مثلا قفك إنه تشلو وأرنو قرنين وأنت شراء لكن قابل للتغير ميته وقفك كشك كراء إنه تشلو ما يعني كمشك كراء إذن اعتقاد ما لكن شيء مركة وحوية شك يقين بحي يقول لك كراء وقفنا كشك كراء وقفنا مركة وحوية يقين كراء كاعتقاد بالله هذا وأنه قيب السماء وحوق قيب السماء إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق صحيح بأن لا إله هذا هدو مركا أو يهي موافق مطابق للواقع هدو وافقه وحل اعتقاد صحيحا هدان وافقنا وحل اعتقاد فاسد لا إله هذا اعتقاد فاسد لها على كل حال وحلقات المامية يعني مركا اعتقاد للشيء أيه وحكم الذهن الجازم بأن لا إله هذا مركا هذا واقع وافق وصحيح هذا واقع خلافنا وفاسد مركا اعتقادك للرومين يا الله إنه كري هاي وواحد هاي وكري هاي وإله حق هاي ورب حق هاي وأسماء صفات أصلنا هذين واعتقاد صحيح شرك اعتقادك لاعتقادنا يا أنا سيد النصارى من إلهنا وثالث ثلاثة واعتقاد فاسد اعتقاد وياه لكن اعتقاد فاسد اعتقاد باطل وين مركا فهذا اعتقاد الفرقة الناجية مستر كبينوكيان وحسي أجيدا معتقدك كل عقل ديني وقت إذا قال كل مستر انت الله الشيخ معنى مستر أنه وضع عين وضع ضع مستر معنى مفعول أنه وضع يا وضع ضع وقت إذا قال كل مركا اعتقادك وحلو أجيدا عقيدين تي مرادكم معها هو يعني شيء أشياء دي أيهايد إلا عقيدية إلا رمية إلا جزمية إلا اعتقادية يعني مركا تاسع لقت الماما فهذا اعتقاد الفرقة الناجية يعني الفرقة دي كوح دي نبت جريسي معتقد كادي ويا أي عقيدين يين أي تهين أي عقيدية صفات محوك صفية فرقة سوينة الناجية ومد نبت جريس ومنصورة ومد لوغرقارة وأهل السنة والجماعة وقوة السنة هي الشماعة مد والبؤ أهلك أو صفت على ركب كسفين. رمانا وحوي حيكون عي سعيد كبير. الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة هي أهل السنة والجماعة وبمعنى يعني اسم معنوي. إلا إلى أهل السنة والجماعة نوى قالوا الطائفة المنصورة نوى قالوا كلهم مجاهدين تا الطائفة المنصورة اللي إلى ذا عقيدة دونان بها عقيدة سناداني صح ما هذا ليس بصحيح. الطائفة المنصورة يا الفرقة الناجية يا أهل السنة والجماعة وحوية وفرقة واحدة وفرقة كلية عندما ترى يسأله الرئيسان والرسول صلى الله عليه وسلم يا صحابة ديسا أيوه الرئي ومتلي كذب وحصر عدي طريق وضر عضي أي مركز صور عضي أهل السنة والجماعة وايهن السنة دي وإهليه شما عدن وإهليه شماعتنا وحلوتش مع الاجتماع وكل كحق لكل مال شماعة بمعنى الاجتماع على الحق يا وتيلها علمذو أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق أهل السنة يعني حق نوى قرنيان خلق نوى أن حريصنيان يعني وحي كوب صدين صفته يعني المعرفة بالحق حق إني قرنيان هي صفته الرحمة بالخلق يا خلقي أنا من حريص يا يعني متكلم ما أهل بضع صفاء ويودري مركا اجتماع الحق بخصوص الحق إن كل سين أو كل ميان سنة ينوه به فعليكم بسنتي سنة هي لازمة سنة النبي مورن سو هي الجماعة مورن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد بالله صوقات ما قع بالله غريب ما قع محاكين صدي وقت النبي ما قع نمشي
ضرورة إنه كسو عمان فرق اللمي تاسا كنسته حديث ذاتكو أي كسونا الله أي أنسي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي كسونا أيين لا داعي لهذا الاسم ما تشري لهي باهي كنسانس لكن مركا يددك كالتا فالاروقين كالتا غير أمد ولبا إسلام لماذا الشيغانا يعني طائفة محقة أي إنه كسو عن طوائف تكالا سوى حوى يددكو أي تحديران في العذاء يبادد أو تحديران ضرورة نوع عصا كنسطي مركا سالي أهل السنة والجماعة لنا الطائفة المنصورة وحلقة قاطي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الفرقة الناجية وحلقة قاطي ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة النبي يقول عليه الصلاة والسلام مضيد وكلا تفرارق دونتا وكلا تجد دونتا لوري أصدوات فرقة وكلا تجد دونتا يعني فرقة لما انتودنا نارتا أي مركة متيستين كوح كان يمو يالي كوح داسا نارتا كبد باديسا هل كانوا حلقة قاطي الفرقة الناجية مركة على كل حال عدك لي أي الوضع صفين أي عقيدة أي اعتقاد سنايين أي أهيدنا عقيدية با كتاب كان لقوا الرمية ما انت هرعاس أي نوقت شوقية إنك استحوقا هرعا ينو يرب البلاريني لكن إن شاء الله تعالى وكوب كوب الدونا سوى حوية مركة وقت نوقو في اللانكره الكاس ينوقت شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.